نجم الاهلي الفولت العالي محمود كهربا اللي رجع امبارح للملعب وتشكيل الاهلي بكل قوه وتالق في المباراه قدام سموحه بعد غياب اكتر من 8 شهور عن المشاركه في المباريات علشان يدفع بيه السويسري مارسيل كولر ويخليه يقود هجوم المارد الاحمر ويراهن عليه ويتحدى بيه كل اللي اعترض وقال ما ينفعش يلعب لانه بعيد عن الملاعب من فتره كبيره. هو الاهلي ليه لسه مخلي كهربا؟ احنا عارفين الحقيقه ان كهربا تعرض لضغوطات كانت كفيله انها تخليه مش في الفورمه ومش مركز، والحقيقه انها كانت كفيله انها تخليه بطل كوره، بس هو رد امبارح بنفسه وسكت ناس كتير جدا ووصل لهم ان الفولت العالي لسه بيكهرب وعالي. فاحنا مبسوطين جدا بكهربا والحقيقه بنبارك له على العوده وعلى التالق اللي كان فيه امبارح مع الاهلي. مظبوط يا هند، كلامك كله مظبوط جدا، وفعلا كهربا نازل الملعب وكانه بمصطلح الكوره كده جعان كوره، مشتاق يلعب، مموت نفسه في الملعب على كل كوره، نشر كهربته في ارض الملعب وكهرب الدنيا كلها، موهبه كبيره جدا ولاعب مهم للاهلي ومنتخب مصر، ودي بدايه ولا اروع ليه، يمكن اكبر المتفائلين ما كانوش يحلموا بيها ولا يتوقعوها، بس اهم حاجه انه قدر يستغل الفرصه عشان يبني عليها كل الفتره الجايه. والمهم كمان ان ما يكونش ده مجرد حماس البدايات، عايزين نكمل على كده بالاداء ده، واحنا محتاجين طبعا نشكر السويسري مارسيل كولر على ايمانه الكبير بكهربا والدفع بيه في مباراه مهمه زي دي، كان ممكن يخاف كان ممكن يقلق، ونجاحه في رهانه عليه، لان لو كان لا قدر الله حصل حاجه غير المكسب ما كانش هو ولا كهربا هيسلموا من الانتقادات والهجوم اللي الناس بتتلكك للاهلي واعداله زي ما بنقول كده ايه على السقطه واللقطه في كل حاجه، يهاجموا المدرب ويهاجموا اللعيبه. فالراجل امبارح اكد انه كان بيلعب شطرنج مع كل الناس، ودي في النهايه عمل ايه؟ قال لهم ايه؟ كش ملك، وخلاهم مش عارفين يقولوا اي حاجه غير انهم يشيدوا بيه وبادائه وبجرأته ان هو ينزل كهربا. الحقيقه يمكن احنا سامعين دلوقتي صوت الجمهور وهو بيقول الولا الولا هو محمود كهربا هو. وانا عايزه اقول لكهربا حاجه، يا بخت اللي جمهور الاهلي يحبه. صحيح. والحقيقه جمهور الاهلي كله فرحان لك وبيحبك يا كهربا، ومش بيحبك من فراغ، بيحبك لانك تستحق اللي حصل ده بعد شهور من الايقاف، شهور من التجاوز في حقك، كل الدعم ليك ومستنيين منك كتير قوي. عايز اقول لكهربا حاجه كمان، في لعيبه كتير جدا بتكون حريفه لكن ربنا مش بيرزقهم حب الجمهور، وفي لعيبه الجمهور بيحبهم لكن بيختفي التوفيق. مزبوط. انت يا كهربا حريف ومعاك التوفيق ومعاك حب الجمهور، وجمهور الاهلي في ظهرك وهيفضل في ظهرك. وزي ما قلت يا اميره، مارسيل كولر من اول ما جه وهو ماسك في كهربا بايده واسنانه كان نفسه ان كهربا يلعب من اول يوم. صحيح. وطالب كتير مسؤولين الاهلي بضروره حل ازمه ايقافه لانه محتاجه ومحتاج مجهوده وموهبته في ارض الملعب. وكلنا شفنا فرحه كولر الكبيره بالهدف بتاعه، يمكن دي خلينا نقول اول مره نشوف كولر بيحتفل بالطريقه دي وكانه بيقول انا صح. بالظبط. على طريقه حسن شحاته. وشفنا كمان الصوره اللي كولر نزلها على صفحته وهو بيحضن الفولت العالي بعد الهدف، ففي ايمان كبير من المدرب بيه وبادائه. والحقيقه هو كمان رد ونزل بوست شكر فيه الجمهور على دعمهم وسندهم ليه، وقال دلوقتي جه وقت رد الجميل، فاحنا مستنيين وعارفين هو عنده ايه. والحقيقه انا ببارك له من قلبي على عودته القويه وبقول له كلنا في ظهرك ومعاك. بالظبط. وعايزه اعلق كمان يا هند على لقطه حلوه برضو جدا بتبين قيمه النادي الاهلي واللعيبه المحترفين اللي بيجوا ويمشوا ويفضلوا عندهم الروح وانتمائهم للنادي واللاعبين واصحابهم. فعندنا امبارح مثلا اللاعب المغربي بدر بنون كان حريص على انه يبارك لكهربا وعلى عودته، وكتب عنده لاعب كبير اخويا الفولت العالي. فدي حاجه تفرحنا طبعا جدا، العلاقه اللي بتبقى موجوده بين اللاعبين. وكلنا طبعا بنبارك لكهربا اكيد، بنتمنى له كل التوفيق في المرحله اللي جايه، وبنقول له محتاجين الفولت العالي معانا الفتره الجايه كتير جدا. عندنا الزمالك اهو، كاس العالم وافريقيا وبطولات جايه كتير، فشد حيلك يا كهربا وخليك مركز، واحنا وراك 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 وبندعمك، وان شاء الله تحقق كل اللي انت بتتمناه وربنا يعوضك خير.